السلام عليكم. جيل التمانين وجيل التسعين يعرفوا حاجة اسمها بابور الجاز او باجور الجاز. الباجور ده لو انت عندك رغبة في النوم بسيطة وقعدت جنبيه بتنام، ولو انت ما عندكش رغبة في النوم اصلا وقعدت جنبيه شوية بتحس انك عايز تنام. السبب في ده ان هو بيطلع صوت ليه تردد ثابت، الجماعة الاجانب بيسموها الضوضاء البيضاء. فكذلك انت حياتك برضو لو ماشي على وتيرة واحدة ثابتة فانت هتنام او مستواك هيقل تدريجيا من غير ما تحس. طيب العمل في العمل ان انا لازم كل يوم، لو انا مثلا طبيب ان انا بطلع على احدث حاجه موجوده، لو انا صنايعي بعرف الحاجات الجديده اللي موجوده، لو انا مهندس بشوف التطورات والمباني شكلها عامل ازاي. ربنا عز وجل قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، فالموضوع ما فيهوش استقرار، ثبات الاداء ده مش موجود. فانا كل يوم في حياتي لازم اطور من نفسي سواء في دنياي او في ديني، لازم اسال الايه دي جت ازاي والتفسير ده جه ازاي علشان واحده واحده اتطور واكون انسان ناجح في المجالين.